حفظوا على البرود، هل حكمة أم حديث؟ هذه مثل أو حكمة. ينبغي للإنسان أن يخفف، إذا صاحبك عسل لا تحسش كله هذا. الإمام يحيى غلط وتوهم أنه حديث، ما غلطش لا عند واحد عادي، لا عند الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. الإمام يحيى قالت لمرته صفية بنت العنزي شيد سندهج، قال من سندر سنة الأولاد يحجوا وبعدها يتكلم بنتيلهم شوية اللوز وشوية بنت، والملك يتيلهم هدايا سيارات وكذا وكذا لو ما خجلنا. قالت من الممكن أنني أسير حج هاكبات عادي، فإيش خديجة بنت الحج محمد العنزي وسوى جواز عادي، جواز عادي من جملة الحجة سموا لها هكذا الحرة الصفية بنت محمد العنزي، وسألته من أخوها فبدري من قال لأمير الجدة أن الباخر هذا الذي أتوصل راتب عليها زوجة الإمام يحيى، حالما وقفت الباخرة بعد الولادي لا يخرج أحد حتى تخرج زوجة الإمام يحيى. يلا زوجة الإمام يحيى تخرج الآن مع محرمها قبل أن يخرج الناس، حالت حملت ذلك وخرجت والمحرم معها، قدموا لها السيارة والدولة هذا جنبها وذيك المحرمها جنبها وقالوا إلى دار الضيافة على نفقة الحكومة هي ومحرمها وترافقها واحدة حجة إلى تمام المناسك. وكتب بدين الجدة إلى الرياض عند الملك عبد العزيز قد سمعنا بأن بنت الإمام يحيى ستصل وكذا وعلى الطالب هذا هامت الشكرا على هذا كبروا وعاملوها معاملة نساء آل سعود حتى تكمل المناسك. وكتب برقية إلى الإمام يحيى ملك اليمن وصلت على عائلتكم بالسلامة وهم في خير وصحة وعافية، وقد أمرنا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاملتها معاملة أسرة آل سعود في كل شيء. وما كان يحصر منكم أن تخفوا عنا أنكم سترسلوا عائلتكم لنقوم ببعض الواجب على الذي يجب علينا للضيف على ضيفه. قال إمام خزي حينما وصلت البرقية جواب نسي أنه بيجاوب على ملك، جواب على واضح قال نحن عارفين وكذا وكذا، لكن لاحظنا قول النبي خففه على أهل المروات. فصلت البرقية قريها واحد من الوزراء وهو حافظ أو عالم دكتور حافظ من علماء الحديث، قال هذا ليس بحديث إنما هو مثل. وهذا الملك فرح فرح هذا الشيء لأنه بيقول أنه الإمام يحيى علامه وأنا أمي، هو يعترف أنه أمي يقول مشاني علامه أنا بدوي أمي لا أقرأ ولا أكتب، حتى أنه حال ما حكى الحسين من الإمام يحيى لعند متخلع قابل الملك